عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. المهم سمحوا لي على هذا الصوت هكا لانني ضربني شويه البرد، ولكن مني درت هذه الوصفه وعجبتني قلت ما فيها باس انني نشاركها مع اخوتي، لان الاغلبيه ديال النساء تعانيوا من هذه المعاناه مع الاطفال ديالهم، المعاناه ديال الخبز بارد. تتبقى لنا الخبز بارد بحال هكا ما كاينش لي ياكلها لك، تخصك دائما ديري لهم السخون، ولحطيتيها عرفي غادي تبقى تما تلوحوها او تنديروا بها يعني اطباق تقليديه. يعني كل واحد شنو تيدير بها، وغالبا اننا تنديروها تيبوس ونعطيوها المول جافيل. هاد الوصفه انا من نهار اللي شفتها يعني جاتني شويش غريبه، ولكن مني جربتها واعره زوينه، ما كاينش لزمه اللي عرف بان راه فيها الخبز بارد، يعني كارم ولا بارد المهم بحال هكا، يعني يكون باقي تيترطى ماشي كاع كارم بزاف، ولكن هذا راه تيبقى لنا ما تياكلوناش ولادنا كاع مره. وهاد الوصفه سهله ومكونات ديالها البسيطه كاع مره. عندنا الخبز البارد على حسب المقدار اللي بغيتي نتيا، عندنا جوج ديال البيضات، واحد الفاني باش نحيدو ديك الزفوريه ديال البيض، عندنا كاس ديال الحليب. ميمكنش نعطيك مقياس لان على حسب الخبز، المهم الحليب اللي بللنا الخبز. عندنا هنايا نص كاس ديال سنيده، عندنا جوج معالق ديال الزبده، وعندنا شويه ديال لي بيبيت الشوكولا، واللي ما عندوش يقطع غير الشوكولاط وما يحكو ولا يقطعو طريفات صغار. نبداو على بركه الله بالطريقه، حتى الطريقه بسيطه وسهله. تنقطعو هاد الخبيز ديالنا وتنقطعو هكا طريفات، واللي بغات تقطعها درجه رقاقين بالموس تقطعها، يعني كاينه تجيني سهله بحال اللي نديرو الترده المراكشيه، ولا كاين اللي تيقول لها فرتوته، كاين اللي تيقول لها تام بصلات، يعني هذيك تنديرو لها المرقه. دابا هذه اللي نديروها على شكل كيكه وهي بالخبز كارم. انا اول مره درتها وشافوني ولادي تنقطع الخبز بداو تيضحكوا عليا، اش هاد الاكله ماما، اش هاد التخربيقه اماما، ولكن ملي حطيتها لهم ما عرفوهاش شكلها وسهله. ولا نقول لهم ولادي ديك التخربيقه اللي كنتو تقولوا لي شاد التخربيق تديري لنا، واش هادي ديري لنا الرفيسه ولا شنو هادي ديري لنا، اجي تشوفوا شنو ندير لكم بها. وراه هي هادي اللي كليتو. هنا في مراكش معروفه بالترده، تتقطع وتدير لها كيسي طيب لها المرقه ديالها، وتت فيها العديسه فيها البصله فيها المطيشه وتدير. ولكن هادي دابا غادي نديروها حنا على شكل كيكه. وبالنسبه للطبخ، حتى شي واحد يبقى يشوف شي طبخه ويضحك عليها ولا يقول مستحيله، الطبخ راه ابداع وفنون. يعني نقدر نعطيك الوصفه وتزيدي تبتكري فيها وتعطينا وصفه اخرى، ما نبقاش نقولوا لا هذه غريبه هذه عجيبه، نبداو نجربوا. خاصه هذا الخبز هذه تجي فيها زوين. ملي نقطع ندير انا القدر الذي لا يجيني في المول. تحت شعار حتى حاجه ما تضيع. شوفوا هادشي واش هنا، انا هاد الخبز ما تيضيعليش، اللي بقى تنكرمو مزيان يا يعني اما غير في الظل، ولا بحال دابا تنطفي الفران، تنطيب الخبز ونطفي الفران، تنديرو في الفران وتنخليه حتى تيبس وتنطحنو. وها حنا درنا لا شوبلير منزليه. دابا غادي ناخذو المول اللي غادي يدخلنا الفران، دهنتو بواحد شويه ديال الزبيده، غادي نخوي فيه هذا الخبز هادي ونصفو فيها.
لما درنا الخبيز كله استفناه في المول هكا ديالنا، غادي نجيبو غادي نديرو دوك جوج بيضات بس هاد الملح نسيت ما ذكرتهاش في المقادير باش نكسرو ديك الحلاوه، نخلطو واحد شويه ماشي نطربو غير نخلطو هاد شويه وصافي. نزيدو له السنيده نزيدو الحليب، انا ما نزيدش الحليب كامل، نزيد شويه ولا ما زقاتليش هذه ولي نزيد باش ما نديروهاش عاوتاني. نزيدو الفاني الفاني واللي عنده الفاني سائل يدير الفاني، المهم هاد الفاني باش نكسرو ديك الزخورة ديال الفاني. تنقبطو هادشي كلو و تنخويو على هاد الخبيز اللي عندنا هنايا اللي استفنا هنايا. تنجيبو معلقة هكا تنبركو عليها، تنجيبو هاد الحبيبات د الشكلاط هادو و تنفرقوهم عليها. هادشي باش أنا مدرت سنيدة بزاف، لأن هاد الحبيبات د الشكلاط هما لي يعطيوها واحد لوكو زوين. وهاد جوج معالق ديال الزبده تنديرو ديك الزبده ديال البواطه باش تجينا شويش بنينه، تنفرقوها عليها هكا من الفوق. باش تشد من هذاك الخبيز شويه وفي نفس الوقت تعطينا داك اللون الذهبي للخبيز ديالنا. صافي دابا غادي ندخلوا هاد الكيكه ديالنا للفران، كيكه ديال الخبز، ومن يطيب نوريها لكم. هنا بعد ما خرجناها من الفران طابتنا من التحت وشلنا عليها من الفوق حتى تحمراتنا من الفوق مزيان، نخرجوها نخليوها تبرد واحد شويه وعاد نقطعوها ونوريكم يعني من الداخل كيف جات. صدقوني تتجي رائعه رائعه رائعه، يعني واللي ذاقها قليل الذي يعرف بانها الخبز. اللي تتوجد عرفتو راه زوينه البنات، زوينه بزاف. تجي معلكه من الداخل وبنينه
رائع والله العظيم، رائع.